السلام عليكم. إذا في هذا الفيديو كنقترح عليكم بعض النصائح والتوجيهات الهامة لاجتياز مباراة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بنجاح بإذن الله طبيعي الحال. دونك في التوجيهات فغادي نعطيكم بعض المعلومات على كيفية تنظيم الوقت والتعامل مع المباراة، وكذلك كيفية التعامل مع ورقة الأجوبة، يعني كيفاش تعمروها. إذا غادي نبداو على بركة الله. دونك بالنسبة لتنظيم الوقت والتعامل مع المباراة، فبداية فأول نصيحة نعطيكم وهي تخصيص واحد 5 دقائق لقراءة 20 سؤال الخاصة بكل مادة. دونك من هنا كتحددوا، يعني بعد هذه القراءة غادي تحددوا الأسئلة، شكون هي الأسئلة السهلة والأسئلة الصعبة بطبيعة الحال بالنسبة لكل واحد. وبالتالي أول حاجة غنبداو بها، بداو بالأجوبة اللي سهلة، ثم خلي الاسئله اللي كتبان لك صعيبه حتى الاخر. بعد ذلك فبالنسبه لكل سؤال، هذه مهمه جدا، يجب قراءه نص التمرين جيدا، وخصكم تسطروا على المعطيات الهامه وبعض الجمل اللي كتكون اساسيه للاجابه على كل تمرين. دونك يجب قراءه نص التمرين جيدا وفهم المطلوب، ثم ابدا بالاجابه. بالنسبة للمدة اللي خصكم تخصصوها لكل سؤال، فما خصكمش تفوتوا 2 دقائق و15 ثانية. فإلا شتو السؤال خدا لكم أكثر من هذا الوقت، فوتوه حتى تعاودوا ترجعوا ليه. هذا راه مهم، لأنه إلا بقيت تعطلتي في شي سؤال فغادي تضيع في الوقت، وبالتالي تقدر ما تجاو، يعني تضيع لك بعض الأسئلة اللي غادي تكون سهلة وفي المتناول. اللي خصكم ديروا في بالكم، دونك ضع في ذهنك أنك تجتاز مباراة، وبالتالي في المباراة ليس المهم أن تجيب على جميع الأسئلة الواردة في الامتحان، وإنما الأجوبة اللي يعني الأسئلة اللي جاوبتي عليها خص تكون الأجوبة صحيحة ومتأكد منها، هذا هو اللي مهم. فممكن أنك تجاوب على جميع الأسئلة ولكن كلها هي خاطئة، يعني بالزربة، يعني إنسان كي يدك العجلة، وبالتالي فكتكون جاوبتي على كل شيء، وبالتالي جميع الأجوبة فهي خاطئة. اللي مهم هو أنك السؤال اللي كتجاوزه ما تفوتو حتى تكون متأكد بأنك جاوبت عليه بطريقة صحيحة. وخصكم ديروا بالكم بأن جميع الفرص ديال المتبارين، أن فرص جميع المتبارين أنها متكافئة، يعني أنكم سواسية في المباراة، ويعني فقط بعض التفاصيل الصغيرة هي اللي كتحدد شكون اللي غادي يتكلاصا على الآخر. بخصوص ورقة الأجوبة فهذه هي كذلك عامل مهم بالنسبة للنجاح في المباراة. فأول حاجة خصكم تعرفوها وهي لكل متبرين الحق في ورقة إجابة واحدة تحمل اسمه، لذا وجب عليكم الحذر في التعامل معه. دونك كيفية إجابة، فنصيحتي لكم هو استخدموا ستيلوبيك، استعملوا ستيلوبيك الإجابة في ورقة الأجوبة المخصصة لكم، استعملوا ستيلوبيك، ما ديروا لا ستيلو فاتر لا بعض الأقلام اللي كتكون تقدر تطرح لكم مشكل. داك تيقولوا لك أنا استعمل ستيلو أبي كتكون فيه البية، وبالتالي ستيلوبيك فهو أنسب ستيلو اللي تقدر تستعمله في المباراة. ثم ما تستعملوش البلونكو، البلونكو إلي أنتيغدي. دونك نصيحة هو ما استعملوش، غادي يضيع لكم النقاط. بالنسبة يعني لطريقة الإجابة في الخانات، ف نو با فير، دونك عندكم هادو، يعني ما تخرجوش على الإطار ديال الخانة اللي مخصصة لكم، وما ديروش يعني نو با فير، يعني هاد كاع الثلاثة هادو اللي كتشوفو هنا ما ديروهمش. واللي غادي ديروه إما ديرو كروا على المربع كامل من راس لراس، يعني ما تخرجوش عليه، أو لا تلونوه كامل بالأسود، دونك بحال هادي هنايا اليسار. فطريقة للإجابة على يعني الاقتراحات اللي معطيين. دونك هادشي اللي نقدر نقول لكم، وكل متمنياتي بالتوفيق للجميع، وما تنسوناش من صالح الدعاء ديالكم، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله. سلام.